القصة مش الزحمة فين برضو، ولا القصة خالص الدولة هتصرف عليهم منين إذا كنا احنا متخيلين كده. القصة بحسب ما تعلمنا من ناس كتير خبراء في هذا المجال، دول هيعيشوا ازاي، هيتربوا ازاي. خلونا نرحب في البداية بدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بجامعة القاهرة ومقرر المجلس القومي للسكان السابق. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتكم، مساء الخير. دكتور، احنا يعني الرقم ممكن يعدي كده، نقول اه ده احنا كنا 102 بقينا 103، ما هو بنزيد طبيعي. هو هل طبيعة المجتمعات ان عددها تزيد، ولا الطبيعي امتى نقول احنا في معدل طبيعي، ما نتخضش ما نقلقش؟ خلينا حضرتك نبدا بلغه الارقام، نقول ان احنا يوم 22 يونيو اللي هو اول امبارح الساعه السكانيه التابعه للجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء اعلنت وصول عدد سكان مصر ل 103 مليون و500 الف. يمكن قبليهم باربع شهور او قبليهم ب 120 يوم، يوم 22 فبراير 2022 احنا كنا 103 مليون، معنى كده ان احنا في 120 يوم او اربع شهور زدنا 500 الف. الرقم ده نقول ان هو كبير جدا، حتى لو تعالي تفكر مع بعض ورجع تصريحات السيد الرئيس قبل كده لما قال لك ان المواطن في الشارع عشان يحس بثمار التنميه الاقتصاديه انت محتاجه تنزلي بمعدل الزياده السكانيه، يعني انك في السنه كلها الرئيس كان بيتكلم ان احنا عاوزين نزيد 400 الف. انا بحكي لحضرتك ان انت في اخر اربع شهور زدتي 500 الف، فنقول الزياده كبيره. اه طبعا ضاغطه على كل موارد الدوله، يعني احنا دايما بنقول ايه، السكان واحد من عناصر القوه الشامله، كون ان عندك سكان دي ميزه، بس المبدا ده مش مطلق، هو مشروط ان الزياده السكانيه ما تتجاوزش قدره الدوله على توفير الخدمات بطريقه مناسبه. انا عندي زياده سكانيه في مصر ضاغطه بتتجاوز قدره الدوله، طب والمبدا الثاني ان الزياده السكانيه ما تاثرش على نصيب الفرد من الموارد الطبيعيه زي الميه زي الطاقه زي الارض الزراعيه. انا اللي عندي في مصر ان الزياده السكانيه بتاثر على نصيب الفرد من اي حاجه، فبالتالي نقول هي الفكره مش بس عدد السكان، هو حاجه اسمها معدل النمو السكاني. انا معدل النمو السكاني عندي في مصر عالي جدا، ولازم يبقى في علاقه ما بين حاجتين، معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي. انت في مصر في اخر كام سنه بتحققي طفرات في معدل النمو الاقتصادي، بس المواطن في الشارع عشان يحس باللي الدوله بتعمله لازم تقللي اكتر من كده معدل النمو السكاني. طيب يعني استاذ عمرو، اللي حضرتك بتقوله طبعا ده كلام منطقي وعين العقل، يعني ما انا ما ينفعش اجيب طفل وانا عارف ان الموارد مش كفايه، بس ما حدش بقى بيفكر بالنظره الشموليه دي، كل حد او اكيد بيتقال لحضرتك الجمله دي، هي جت على ابني. دي حقيقة. حضرتك بترد تقول ايه لما حد يقول لك هي جت على ابني، يعني هو اللي هيزود السكان؟ ما نقول بقى الرد اللي حضرتك فتحتيه بقى الكلام دلوقتي. ان انا مش بقول للناس ما تجيبوش اطفال كتير عشان خاطر مصر، لا، عشان صحه الست نفسها. يعني تعالي نتخيل صحه الست اللي خلفت طفلين ونظمت الاسره وعملت مباعده بين الحمل والتاني، هل يا ترى هتبقى زي صحه الست اللي خلفت اربع اطفال ورا بعض؟ ذكاء الطفل ونموه، يعني احنا دايما حتى برساله بنقولها لكل الامهات، انا هنا تبع الدكتور نسا بتكلم، بنقول اللي بيتحدد ذكاء طفل هو اول ثلاث سنين. ابنك عشان يطلع ذكي، عشان يبقى عنده خلايا مخه كتير، محتاجه اول ثلاث سنين تركزي معاه تنمي مداركه. الام اللي هتحمل وهتولد وبعد كده تحمل يلا تاني على طول من غير ما تعمل مبعده حمل، الطفل بتاعها ده تحصيله الدراسي يبقى اقل، ذكائه يبقى اقل. طب حاجه تانيه كمان، اللي بيحدد جسم شكل جسم الطفل اول ثلاث سنين، يعني بنى العماره في اول ثلاث سنين، فالست اللي في اول ثلاث سنين هتاكل ابنها اي اكل، الولد ده بعد كده هيكون عنده انيميا وسمنه وتقزم ويبقى عنده مشاكل. على عكس الست اللي هتركز مع ابنها تاكله الاكل الصحي المفيد، الاكل اللي غني بالكالسيوم والبروتين والفيتامين د، هو ده اللي بيبقى جسمه مظبوط. فيبقى انا بقولش للست ما تجيبيش عيال عشان خاطر مصر، لا، انا بقول لها انا عاوزك تعملي تنظم الاسره، تعملي المباعده بالحمل وتاني. وتعالي حضرتك نفكر، طب ما انت ممكن تقولي يعني الثلاث سنين اللي الاطباء اللي بيقول بينصحوا بيها مش عشان الدوله خالص، دي عشانك وعشان ابنك، مش كده؟ ايوه، وبنا بتقول من ثلاث لخمس سنين عشان صحتك انت وعشان صحه عيالك. يعني حضرتك دايما حتى نقول كده بالبلدي للناس، هو الفلاح لما بيزرع على الارض بيعمل ايه؟ بيحط زرعه، يسيب مسافه، يحط زرعه ثانيه. الفلاح عارف ان لو حط الزرعتين جنب بعض جذور الزرعتين يتشابكوا والزرعتين يطلعوا ضعاف. فاحنا دايما حتى رساله نقول لكل ست مصريه عاوزه زرعتك تطلع قويه، اعملي مباعده بين الحمل والثاني، يعني بين الطفل الاول والطفل الثاني على الاقل مباعده من ثلاث لخمس سنين. بقول لحضرتك تعالي نفكر مع بعض، الست اللي حملت وولدت وحملت تاني على طول، انا دايما بقول هي بتظلم اربع اشخاص. اول واحد هي ظلمته الطفل اللي هي كانت لسه والده من شويه، لان هي ظلمت الاول والتاني اكيد. طب انا هقول عليك، اول واحد اللي هي كانت لسه والده من شويه، لما هتيجي لما هتحمل تاني، لما تجي انا كدكتور نساء اقول لها بطل رضاعه، يبقى الطفل ده هي حرمته من صدرها ومن لبنها ومن حنانها ومن ان هي تركز معاها ان هي تنمي له مدارك مخه. طب تاني واحد بتظلمه جسمها،
الحمل ده رحله مهلكه بتسحب من رصيد جسم الست من فيتامينات ومعادن، لما تحملي تاني على طول مخازن الحديد في جسمك فاضيه، مخازن الكالسيوم وفيتامين د، فالست دي بعد كده هي اللي تعجز، يكون هي بعد كده لما تبص على شكلها تحس ان هي عجزت جدا. طب ثالث واحد بتظلمه الطفل اللي في بطنها دلوقتي، لما هي تحمل وجسمها ضعيف تبقى اكثر عرضه للولاده المبكره، ان هي تجيب لنا طفل تتولد في الشهر السابع او الثامن، تولد طفل حجمه صغير. رابع واحد بتظلمه هو جوزها، في الاخر الزوج ده برضه عاوز حب وحنان واهتمام، عاوز الست تكون مركزه معاه، فبالتالي نقول ايه؟ عشانك انت وعشان بالزبط. عيالك وعشان جوزك. يعني احنا كده ظلمنا اربع كيانات اذا ينفع نعد ولا حضرتك. الطفل صح. الاول اتظلم، الطفل الثاني اتظلم، الأم اتظلمت، الأسرة اتحط عليها عبء رعاية وأطباء ودكاترة وعلاج اللي احنا ملحقناش أصلا نأسسه وهم صغيرين، مظبوط كده؟ مظبوط جدا. وحضرتك تعالي نفكر كمان، لغة العصر اختلفت، حضرتك ممكن تقولي لي طب ما أنا جدي كان بيخلف بالسبعة والثمانية، نقول دلوقتي التربية بقت أصعب بكتير، حضرتك دلوقتي إنك تربي طفلين متعلمين كويس، بيحبوا بلدهم، فاهمين بينهم، نفسيا أسوياء، صعبة جدا. بالتالي حضرتك لما تشوف دلوقتي كمية المشاكل اللي بتحصل والجرائم اللي بتحصل، ده يدل ان احنا الاهالي محتاجة تركز اكتر، تستثمر في عيالها اكتر. انا اقول لحضرتك بالعقد كده، الام تقسيم الحب والحنان على طفلين ولا على اربعة، تذاكري الطفلين ولا اربعة، حتى عشان تراقبيهم وتتابعيهم. حضرتك دلوقتي مشكور. الطفل من عنده 3 و4 سنين ممكن يجيله اي افكار غلط او اي افكار شاذة من على جوجل او على فيسبوك او اي حاجة، فانت الام عليكي دور ان تراقب ابنها وتتابعه. طب هي هتجيب وقت منين لو هو عندها اكتر من كذا طفل؟ انا بشكرك يا دكتور، وانا متأكدة ان مجهودات حضراتكم في التوعية بتتسق جدا مع مجهودات تنمية الأسرة المصرية، واحنا عارفين ان مشروع تنمية الأسرة المصرية جزء اصيل منه ان الأسرة تبقى بخير. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده ان الأسرة تبقى بخير، ما تقلقوش بقى محدش هيقعد يمشي ورانا ويعد عندنا كام طفل، لا احنا هنمشي نتابع بعض ونشوف ان الأسر المصرية بخير، بخير نفسيا واجتماعيا وصحيا وكل التفاصيل دي اللي معناها ارتاحوا بالراحة، مفيش حد بيجري ورانا، مفيش مسابقة، مفيش حد هيسبق حد، استنوا على الأطفال، استنوا عليهم قبل ما يجوا، ولما يجوا استنوا عليهم، لأنه الحقيقة المسابقة الحقيقية هو أننا نكون أشخاص أفضل.